حياكم الله ببرنامجكم الأسبوعي من حولك، وحلقة خاصة بمناسبة مرور سنة على حكومة السوداني. راح نراجع بيها كل الملفات وبلغة الأرقام، ومثل ما نبدي دائما بالعناوين. حكومة الخدمة الوطنية تطفي شمعتها الأولى وتشعل الثانية، شنو الإلها والعليها؟ بعد سنة من عمر الحكومة، شلون قيم الشارع العراقي أدائها؟ أبو المثل يقول إذا ردت تعرف شخص 10 سنة، وهذا المثل ينطبق على الكل حتى على الحكومات. مثل هيك أيام قبل سنة استلم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مسؤولية الحكومة. بهاي الحلقة مثل ما يقولون راح نقعد ركبة ونص للحكومة ونشوف شنو سووا خلال هذه السنة. راح نسوي فجردة حساب، نريد نشوف الوضع بقى نفسه، شنو اللي تغير، شنو الأمور اللي ما قدر يعالجها السوداني. مثل ما هو معروف السوداني ما واجه أزمات وتظاهرات حالة حال الباقين اللي سبقوا رؤساء الوزراء، بس واجه أزمات مالية، خدمية، أمنية. لذلك الرجال خطط وسوى برنامج حكومي من 23 فقرة حتى يعالج هاي الأزمات، واللي هي أهمها الدولار، الجفاف وقلة المي، الفساد المنتشر بالمؤسسات الحكومية وغيرها من المواضيع، والكهرباء اللي ما تخلص سالفتها. طبعا ما جاي احكي هسه، احكي بشهر السادس والسابع كل احنا نتذكر شنو يصير. وكل هذا خلاها ضمن برنامج سماه حكومة الخدمة الوطنية. طبعا كل حكومة المفروض هدفها وهمها الأول هو المواطن وتوفر له كل شيء يحتاجه. بهاي الحلقة راح نشوف أكثر الجوانب اللي اشتغلت عليها حكومة السوداني، وراح نحكي بهذه المواضيع والمجالات ويا ضيوف مختصين بيها. بس قبل هذا كله راح نشوف رأي الشارع العراقي شلون مقيم حكومة السوداني، شلون دا يشوف أدائها. خلينا نشوف هذا الاستطلاع اللي أعدته لنا فاطمة طالب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم احنا باستطلاع خاص لبرنامج من حولك، وراح نشوف اهلنا وناسنا واحبابنا ونشوف آرائهم بحكومتنا الحالية. ابقوا يعنى. حكومة مكونة على اساس وجود كتلة كبرى قامت بتشكيل حكومة. برنامج الحكومة ايضا كان واضح وجيد وشامل. بالنسبة للتطبيقات التي جرت خلال السنة الماضية يمكن تقسيمها إلى تطبيقات أمنية وسياسية واقتصادية وثقافية. بالنسبة إلى خطة الحكومة الأساسية تتركز حول الإعمار ورفع المستوى المعاشي للناس ومكافحة الفقر والبطالة. في هذا المجال هناك خطة طموحة وتنفذ كثير منها. حكومتنا زيانة الصراحة غير الحمد لله وشكرا الله، كهرباء موجودة، السوق زيانة، الأسعار زيانة، ما الحمد لله أشكر. نشكر الحكومة السوداني، وزير الداخلية، سيد وزير الداخلية، قضاء المخدرات وقضاء عليهم كلهم. لازم يعطون الطلاب والشباب خصوصا الحق أنه يبدعون، يطلعون قدراتهم. على الأقل الشخص يقدر يختار حلمه، الشخص اللي يحاول بصعوبة على مود حلمه ما يروح لأنه مثلا يعني على مود كم درجة، مو على مود كم درجة، إنما على مود كم فلس، لأن هي الجامعات الأهلية اللي خلتنا هيك نصير. ولو ما الجامعات الأهلية وكثرة الطلاب والخريجين من التخصصات الطبية كان ما خربت التخصصات الطبية لهالدرجة. المهندس محمد الشاع السوداني أقول له ترى التعليم العالي السنة اختلفت عن بقية السنوات السابقة شوية شوية بطلاب الدراسات العليا. إيه هلا هلا بيهم. رغم المنغصات ورغم الأحداث، أيضا العراق مرتبط بالمحيط الإقليمي، ما يدور بالمحيط الإقليمي من أحداث من تداعيات، كلها أشرت على أنه البرنامج الحكومي بدأ يأخذ طريقة إلى النجاح، لكن أيضا يحتاج جهد استثنائي باعتبار أنه لحد الآن إحنا
نعم شرعنا الموازنة ووافقنا على الموازنة، لكن لا توجد كتلة نقدية بحجة أنه تدفع الأوضاع. لذلك أنا أعتقد على القوى السياسية التي اختارت الحكومة أن تقف مع السيد السوداني لنجاح مشروعه. استمعنا إلى آراء الناس بخصوص الحكومة الحالية، وصلنا وياكم لنهاية استطلاعنا لهذا اليوم، نلتقيكم باستطلاعات أخرى، مع السلامة. وسنشوف رأي الحكومة بنفسها وشنو الإنجازات اللي قدمتها والصعوبات اللي واجهتها خلال هذه السنة مع الدكتور حسين فلامرز، مستشار رئيس الوزراء ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرة ريادة. رحب بك دكتور حسين. أهلا وسهلا بك أخي عباس، وشكرا لقناة الأيام على هذه الاستضافة، وحقيقة من حولك عنوان جميل للدخول فيما يحدث من حولنا في هذا العالم. شكرا جزيلا دكتور. خلي أسألك بداية كمواطن، شلون تنظر لعمل الحكومة؟ شلون تشوف الواقع اليوم، التغييرات اللي صارت خلال هذه السنة؟ وسؤالنا الثاني، شنو الصعوبات اللي تواجه عمل الحكومة بهاي الفترة؟ هو كمواطن أنا مواطن زين، يعني أنا أركب سيارة وجهة وراح. وجهة نظر المواطن اليوم تختلف عن وجهة نظر اللي داخل مثل ما نقول بالوضع السياسي، يعني جهد مضاعف. هو شيء كمواطن حالة حال أي شخص يطلع من بيته يروح للدوام ويعيش معاناة اليومية، سواء كان على صعيد الطرق أو على صعيد الخدمات. هذه واحدة. اثنين، إذا أنت تسأل كحكومة عندها برنامج حكومي واضح. هذا البرنامج الحكومي به 5 أساسيات، واحدة منها الصحة والتربية والسكن والخدمات المباشرة، وكذلك أنا خلينا نسميها الاختناقات الموجودة، سواء كانت على الصعيد السياسي الخارجي أو على الصعيد الاقتصادي اللي دشوفه شلون يعقد الأمور. الدولة عندها برنامج حكومي. اليوم خلينا نقول إيش سوت الدولة في برنامج الحكومي، وأنا ببساطة أقول لك مثل هذه الطاولة ما ممكن أن تقف لولا هناك مساند، وهذه المساند احتاجت من الوقت لصناعتها ومن الوقت لتثبيتها حتى تقدر هذه الطاولة تظهر بهذا الشكل. الحكومة أعلنت برنامج الحكومي مقسم إلى 3 سنوات، كل سنة بها نسبة إنجاز. هذه نسبة الإنجاز محكمة سواء كان بالجهد أو بالوقت أو بالأموال. لحد الآن الخطة ماشية على الوقت المحدد، الضوابط المحددة، الأساسيات اللي صارت بالبرنامج الحكومي؟ لما نتكلم عن الخطة ماشية، الخطة ماشية ولكن قد تكون مو كاملة. السبب بيروقراطية لا تزال موجودة. يعني أنت اليوم حتى عندك معاملة ويبتعد عنك مكتب من المكاتب كيلومتر واحد وتدز 2 حتى ينجزون معاملة تأخذ 10 أيام. هاي البيروقراطية رادي لحال. من غير المعقول أن نتكلم عن حكومة إلكترونية وأنت تعمل ورقيا، من غير المعقول أن تتكلم عن دفع الإلكتروني وبعض الناس يروح للماكينة يسحب فلوسه كاش. العملية تحتاج إلى وعي، ثانيا آليات. أنت جيب الآليات بدون وعي، الآليات تتحول إلى تقول هاي شنية، يقول لك والله ما ندري جابوه خلونا. بس لما أكو وعي وأكو آلية، فالوعي ممكن أن يمشي الآلية بالطريقة الصحيحة. الحكومة أنا برأيي، وأنا أخص هنا مبادرتي، مبادرتنا حققت المطلوب ضمن وقت قياسي، ولكن لا نزال نعاني من بيروقراطية مثلا مع المصارف. راح نسولف مبادرة رياضة، العفو ريادة، شنو الصعوبة الأكبر اليوم لعمل الحكومة برأيك؟ والله الصعوبة أنه فك الاختناقات. يعني أنت ستلاحظ لما أنت تفتح هاي المشاريع 20 في بغداد، الناس تعاني طبعا، لازم تعاني مشاريع الطرق مثلا. دا اجيب لك مثال، لان ترى كلها نفس الشيء. يعني لا تسالني، هي كلها عباره عن عمليه اختناقات، يعني الجانب السياسي يوميا طالع في موضوع سياسي ولازم الحكومه تتعامل وياه. الازمه الان في فلسطين، طبعا نترحم على شهدائنا في فلسطين تأكيد. وقلوبنا معهم وعقولنا معهم، ونتمنى من الله لا نقول فقط الفرج وانما الزوال. موقف حكومتنا مشرف في البيان الاخير بالقمه العربيه. هذا العراقي، يعني هذا ترى كلمه عراقي، يعني ما يراد لها. احنا نشابه بشغله واحده، الحميه عندنا عاليه سواء كنا في سراء او ضراء، فهذا موضوع يعني خلاص، يعني البلد الوحيد بالعالم بالامه سلام الله عليهم. فانت احنا نمتاز عن العالم كله بهذه الصفه، لذلك مو غريبه انه هذا الموقف. ارجع اقول انه اذا تسالني على جانب المدارس، اليوم اكو صندوق التنميه، انا امبارح كنت قاعد مع مدير صندوق التنميه الاستاذ محمد النجار وتكلمنا بالتفصيل عن المدارس، تكلمنا عن الصحه، تكلمنا عن السكن. هذه كلها ملفات صعبه. احنا شو نريد حقيقه؟ لا يكفي ان تحل المشاكل، عليك ان تكون لديك حلول استراتيجيه طويله الامد. يعني الان احنا نتكلم عن طريق التنميه، طريق التنميه واحد من برامج الحكومه. نتمنى انه
القطاع الخاص يفكر مثل ما تفكر الحكومة. يعني ما نتكلم عن طريق تنمية، المفروض القطاع الخاص اليوم يجي يسأل وين هذا طريق التنمية، أين سيمر؟ حكومة مشاريع مكملة داعمة ساندة لطريق التنمية حتى يبدون يدربون صح. أحسن. القاع تدرس، هاي الأرض سوف تزرع، لازم تدرس ما هو نوع الزراعة. لذلك الحكومة واحدة ما تسوي شيء. الحكومة لها شعار من البداية، حكومة الخدمة الوطنية. اليوم هذا الشعار تحقق؟ سيد السوداني كان وزير حقوق إنسان 4 سنوات وكان وزير عمل 4 سنوات، شو وزارتين كلها قهر إن اللي ويا الناس مباشرة بالضبط. فالسيد السوداني لما أجى يعني حقيقة عنده عبارة قالها يوم 25/11/2022 قال يا سادة المستشارين، أي ملف عندكم يمس حياة المواطن بشكل مباشر تقدموا به. فحقيقة أنا أعتبر هذه الحكومة هدفها الرئيسي هو كيفية إعادة الثقة بين الجمهور والمؤسسة. شفت مش كده تقيم اليوم رضا الجمهور ورضا الشارع على أداء الحكومة؟ والله علي كنت أعلام وتنزل أنا بالنسبة لي أكيد عندك مجلساتك مستشارية رئاسة وزراء يعني عندكم استطلاعات يعني أنا من أقعد بنهاية النهار لا تشوفني الآن لابس حلو قاعد قدامك بس أروح البيت دائما حلو إن شاء الله أنهار رأسا من التعب. إحنا نقول إنه على الإنسان أن يقدم كل ما لديه، قد لا تحقق الفوز ولكن الحياة مو معركة، الحياة حرب. فالمهم أنه بنهاية ال3 سنوات اللي هي نهاية الحكومة أنه تطلع بوجه مشرف وتبقى مسألة نقل أو خلينا نقول زرع الثقة بين المواطن والمؤسسة، هذه اختفت. بس هو أكو رضا، يعني الناس راضية اليوم عن الوضع، أنه تشوف شوارع تتحسن، أكو كهرباء شوية مستقرة، أكو باقي الخدمات يعني أكو بيها تغيير، هذا شنو أهمية العمل؟ وأحلى ما بيك قلت الكهرباء شوية مستقرة، يعني كلش مستقرة، لأن كنا بضيم. هذه الأمور. بس لا تنسى إحنا هسه جايين نسولف بشهر 11/6/7 ما دعتك إحنا ولا طفت عندنا، ما صار يومكم. وين قاعدين؟ خلنا شارع فلسطين هذا. فالقصد من كلامي إنه إحنا أنا ما أقدر أقول أنا راضي عن الحكومة، ولكن أنا أقول لك نحن نقدم كل ما يمكننا. ما كل يوم مستشار يطلع ساعة 3 البيت أو ساعة 5. روح الآن راح أشوفهم كل واحد في مكتبة يعالج قضية في سبيل أن يعطي رأي، لأن تعرف المستشار ليس تنفيذي، المستشار هو يعطي الرأي ودولة الرئيس هو هم من الذين لا ينامون. وأحيانا فجأة يجيك مسج يقول طمنوني وين وصلت. زين شنو أغرب مسج جاك من رئيس الوزراء أو مكتب رئيس الوزراء؟ أغرب مسج تفاجأت هيك لزمتك شو يريد من عندنا بهذا الوقت؟ والله أخوان ما أقدر أقول تفاصيله ما اقدر اقول يعني بس تجيكم هيك اشياء. والرجل كانه قاعد وياك يعني يعرف انه المكاتب الموجوده من حولك زين. او بعض المكاتب في الوزارات هم يحاولون يعطلوك هو يدري يعني هو مو قاصدين لا صار السنين يعني هم طبيعي روتين مثل ما يمسك يمسني. ذلك انا بديت كلام معاك انا مواطن مثلك اكيد زين. اول ما نذكر حكومه السوداني تجي ببالنا موضوع الدولار، يعني السوداني من اليوم الاول ومن الايام الاولى باول تصريحاته قال الدينار اقوى. لليوم ما شفنا فتح حل لمساله الدولار، بعدنا نسمع 130 بالبنك المركزي ولما تجي تروح تصرف يقول لك 162 و164. هذه ما ناقشتوها؟ ما وصلتوا لها الحلول؟ والله هذه اخو اكو لجنه خاصه بها، انا مو ضمن هاي اللجنه، ولكن تعرف احنا نتناقش ونتكلم موضوع الدولار انت تعرف وانا اعرف هو موضوع نقول سياسي نعم زي. ولكن لا يتعلق بالعراق. اليوم تجفيف الدولار بالعراق معناه تجفيف الدولار للدول المجاورة، وعندما أقول مجاورة حتى روسيا أعتبرها مجاورة طالما دا نوصلها. موضوع الدولار هو تبادلات هي المشكلة زي. وين المشكلة؟ عندي أشرح لك هسه مشكلة مو موضوع الدولار. المشكلة أنه البنوك العراقية والمصارف لما يجي يقدم لك ويأسس مصرف يقول أني رأس المال عندي 100 مليار دينار، من تجي تشوف حجم التداول مالته 10 مليار دولار طلع من الحجم المال اللي مؤتمن عليه. لذلك لما انت عندك 10 مليار دولار فجأة يطلع قرار لوضع منصة للتعامل بالدولار وهم ما عندهم امتثال لهذه المنصة يقول لك روح عدل روحك وتعال احنا حتى نبدل يرادلنا ربع ساعة بس الامتثال الالكتروني ماكو ربع ساعة لان احنا ما عندنا منصات الكترونية كلها خارجية فبسهولة يقول لك روح عدل الامتثال مالك. الامتثال مالك شنو؟ روح جيب برنامج والبرنامج مالك لازم يرتبط بسوفت وير في الدولة كوادر يكون مخصصا تشتغل بهذا البرنامج. اكو تحكم بالملف الاقتصادي يعني انت تشوف حرب غزة، حرب غزة اكبر هزيمة للكيان الصهيوني اليوم. ليش؟ لانه استخدموا حرب تقليدية راح عليها الدهر ماكو واحد مذمهم
يوم الحرب اقتصادية، وهذه واحدة من الحروب لإضعاف دور العراق الرئيسي في المنطقة. منين هاي الحرب الاقتصادية اللي على العراق؟ أمريكا. وهل أكو غيرها؟ أمريكا هي تلعب لعبة الصديق، ولكن الصديق الذي يود أن يسيطر على القرار. ما تقدر تسيطر على القرار، تعرف بالعراق صعب، ماكو واحد يقدر يعيش بالعراق في 10 سنوات إذا ما حبه، سواء كان معه أو ضد، سواء كان معه أو ضد، وهي كلش مهمة طبعا، لأنه جوي فترة هم معه ما طولوا 8 سنوات قالوا طلعوا فعلا. وهسه فلذلك أمريكا تحب أن تسيطر على العالم اقتصاديا، وأنت تعرف أكو هناك تغيرات الآن نحو التعامل بالعملة المحلية، وحقيقة هذا مطلوب، لأن أنت بأي دولة الآن من تطلع راح تشوف فتشاشة مكتوب بها فد 10-20 عملة صح؟ خلي العلم العراقي صعد هناك، شنو المشكلة؟ راح نقدر نتحرر من هذا التحكم، إنه أمريكا تتحكم بالدولار وسعر الدولار مالتنا واقتصادنا، وإحنا مثل ما نعرف كل شيء اليوم إذا أردت تشتري هذا القلم أنت راح تباوع على سعر الدولار، يلا تروح تشتريه وراح تلقى سعره صاعد. إذا أصبح العراقي منتج سوف تتحرر من الكل، حتى شخصك يتحرر من الكل بحيث أنت تصير صاحب القرار. التحرر هو معناه أن يكون قرارك شخصياً بيدك وليس قرارك بيد رئيس يحكم الدولة. متى ما تشعر أنه قرارك هو اللي ماشي، متى ما تحلم وفي الصباح ترى حلمك موجود، هذا معناه نحن تحررنا وبدأنا نحقق أحلام. جيد، رئيس الوزراء عنده هواية تصريحات بما يخص موضوع الفساد، ومن أهم التصريحات قال أنه الفساد اليوم أخطر من داعش على العراق، والملف الأول اللي لازم نكافحه والموضوع الأول اللي لازم نحد من عنده هو الفساد. خلنا نشوف هذا الفاصل والتقرير بما يخص موضوع مكافحة الفساد من قبل حكومة السوداني، وبعدها نعود. معلومات مهمة ولغة أرقام مهمة بما يخص مكافحة الفساد. دكتور، اليوم ايش قد نسبة تقدم الحكومة بهذا الموضوع؟ وين وصلتوا مكافحة الفساد؟ مالي، إداري، يعني أكيد أكو تحركات من موضوع رئيس وزراء صرح مثل ما قلنا أنه الموضوع كلش خطر ومؤثر على الأداء الحكومي. يعني تعرف التراكمات موجودة، وقد يظن البعض أنه الفساد هو بدأ في بعد 2003، هذا مو صحيح. فساد موجود من السابق، في السابق كان هناك وزراء بدون شهادة يصيرون وزراء، وكان يحققون ما يردوا بجرد قلم. هذا طبعا يمتد، يعني الأحفاد موجودين، أحفاد هؤلاء موجودين، الثقافة هاي موجودة اليوم، القاتل موجود والمقتول لا يزال يقتل.
موضوع الفساد الحكومة أخذت به شقين. شق هو التعامل مع ما موجود على الأرض الآن، وانت تشوف يومية معاهدات مع الدول، محاولة استرجاع أموال، محاولة تسليم بعض المطلوبين، ولكن الأهم من ذلك هو العملية الإلكترونية في عملية التعامل المالي. شوف أحكي لك، إحدى الدول سنة 1999 دول مزدهرة، المزدهرة يعني المتطورة، كان عندها مشكلة أنه كان يقولون عندنا مشكلة 10% من الكاش موجود بالشارع، يعني 90% من الكاش وين؟ بالمصارف. إحنا 99% من الكاش موجود بالشارع، و1% موجود بالمصارف. هذا شيء عطل، هذا يعطل الاستثمار، لأن بالمصارف ما عنده فلوس حتى تنطي كقروض واستثمارات. اثنين، هذا يساعد الكاش الموجود بالشارع، يساعد على التعامل بالممنوعات. أنت كل ما تقضي على النقد في الشارع كل ما قضيت على الأفعال السيئة. بعد ماكو واحد يدفع فلوس الواحد ما تبين مصدرها وإلى أين تذهب. لذلك أنا أعتبر السياسة الموجودة، أنا شخصياً أعتبر السياسة الموجودة قد تكون هي لا تكفي، ولكنها تسعى إلى شقين: حلول حالية للمشاكل الموجودة على الأرض، وحلول طويلة الأمد. وأتوقع إذا استخدمنا الدفع الإلكتروني خلال 5 سنوات الجاية قد نصل إلى استخدام 50%، وتصور 183 تريليون دينار عندك أنت إذا نصها بالبنوك، يعني بعد خلص المبلغ تقريبا، بعد أنت تروح وغيرك يروح، شو تريد تأسس عمل، تريد تأخذ منزل. المشكلة هي أنه الأموال موجودة في الشارع وهذا يولد التضخم. زين، لما نقول مكافحة فساد عنوان كلش كبير ومهم، هذا الكل حاليا مشمول به؟ يعني هيئة النزاهة، الجهات المختصة، ماشي على الكل؟ والله الكل ده تشتغل بهذا الاتجاه، وأنا قلت لك إذا تحشي على مبادرة ريادة ما غلط. إحنا نريد نشتري لنا حاجة، نريد نشتري لنا حاجة. يا بش تقول الرقابة المالية وش يقول القبو القانونية؟ أبو القانوني يقول لك في شيء، يا أبو الرقابة المالية يقول لا. هذا هم، ونرجع لأبو القانوني حتى يجي لنا مدخل. أنا أحكي لك عن المؤسسة اللي أنا بيها، حقيقة نحاول أن نلتزم بكل ما يقره القانون، ليس هذا فقط، ولكن حتى لا نحاول إساءة استخدام القانون، لأن أكو ناس سيء استخدام القانون تستفاد منه بطريقة. إحنا حتى هاي ما نفكر، أكو ناس بايقة ملايين وشفناهم وسمعنا عنهم وطلعت التريليونات اللي عندهم، وبعدين لما تشوف الموضوع أكو أمور قانونية ماشيين بها وبايقين. أحسنت، كل العالم هذا موجود ثق في دول يظنون أنه ليس لديهم فساد وليس، وهناك يكتشفوها ويبدون يحققون بها. إحنا قلنا هناك أسلوبين: أسلوب تعامل مع المشاكل الحالية، وأسلوب استراتيجي، وكلاهما على الأرض. وأنت أكيد تتابع جنابك أو كل اللي إعلاميين يتابعون يوميا اللقاءات والتحدث عن هذا الأمر. زين، أنت مختص بجانب التدريب، تدريب الشباب وتطويرهم وغيرها من المواضيع. اليوم مثل ما تعرف الشاب هم التعيين الحكومي، صح؟ وإحنا أساسا عندنا تقريبا أكثر من 4 مليون صح موظف حكومي. هذه المشكلة الحكومة حاليا دا تشتغل حتى تعالجها؟ وين رايحين بيا اتجاه حتى نعالج هذه المشكلة؟ والمطلب الوحيد اليوم يمكن أو الأهم بالنسبة للشباب، شوف إحنا عندنا موضوع مهم اليوم. عندما توظف شخص، هل توظفه من أجل هو شخص لو من أجل موهبته وشخصيته؟ إحنا إشكاليتنا تكمن في التعليم. الشخص ده يتخرج من الجامعة لديه شهادة ولكن ليس لديه مهارة. وأنت اليوم أصور الأخوة الموجودين الآن في هذه القاعة كما أرى كل واحد مختص بشغلة، هذه الموهبة والمهارة ما موجودة في التعيين العام. لذلك عندما يقولون يلا عينوا 500,000 واحد بكالوريوس عدة، ما هي مهامهم. لذلك الدول بدأت تتحدد: أنا أعين من أجل الموهبة والتخصص. هذا الآن نعمل عليه بجد. الدولة خلص وصلت مرحلة وصل بها عدد الموظفين بحيث البطالة المقنعة أصبحت في كل مكان. لذلك كما يسمع الجميع هناك مبادرة ريادة هي يعني اليوم العفو، يعني اليوم من نسمع أنه كذا عنوان وظيفي أو كذا درجة وظيفية تقدموا على إعلان، صار هنا الفلترة راح تصير على أساس اختبارات موهبة لو على أساس الشهادة لو شنو المقياس؟ لا، هاي الإعلانات اللي شوفه إذا كانت حكومية فهذا تعيين مركزي، يعني فلان عنده دكتوراه يروح يصير بالتعليم العالي، بعد هناك يطوروه ويبدون يدربوه ويبدي العالم تعييناته مو هيك. تعيينات العالم كالتالي: احنا شو وقت نصير مثل العالم؟ احنا هسه مثل العالم اي، ما دام بالطريقه الصحيح. شوف زين، حتى العالم المزدهر والمتطور الان من تجي تحكي اقول لك انا دا اطور، هو متطور ولكن طور اكثر. احنا طالما
الحكومة آمنت بأنه يجب اختصار الزمن ووضع جهود موازية إلى الجهود الحكومية. تعرف شنو الجهود موازية؟ البرنامج الحكومي هي موازية للمنهاج الوزاري. يعني الآن كل وزارة عندها منهاج، بس أكو برنامج حكومي يعضدها ويقويها، لأن أنت اليوم إذا قضيت على البطالة الفضل يرجع إلى وزارة العمل، وإذا دعمت الرياضة الفضل يرجع إلى وزارة شباب الرياضة. اليوم الحكومة كل اللي تسوي هي ليست سياسية 100%، هي خدمية سياسية 100%. خلينا نروح لمبادرة ريادة، احكي لنا عنها. مبادرة ريادة هذه مبادرتك بعدها، وأنت المدير لهذه المبادرة ورئيس هذه المبادرة، احكي لنا تفاصيلها، خلي الشباب يعرفون شنو ريادة. رئيس المبادرة هو السيد محمد شياع السوداني. جيد. سنة 2015 كان وزير عمل وسألني سؤال، قال لي عندي 5 ملايين مسجلين ميبان عاطل ورعاية ويطلب قروض، وأني وزارة العمل تدرب بس 40,000 واحد. زي. تدرب شو اسوي؟ قلت له سهله. قال شنو؟ قلت له خلي نروح لهم ما ننتظرهم. قال منو؟ قلت له العاطلين على عمل. قلت شلون؟ قلت له كلهم موجودين بالمدارس، ليش ننتظر يخلص؟ من ذاك الوقت قال لي نشتغل على مشروع، سوينا مشروع اسمه الوقايه من البطاله. شنو معناها؟ انه الطالب بعده بالكليه، تعرف احنا حتى من كنا بالكليه كل واحد عنده رغبه فعلا، فاحنا من الان نطيس النار، نعلمه شلون اذا صارت عنده فكره شلون ياخذ هالفكره، خليها على الارض يدرسها، يشوف هل هي مطلوبه لو ما مطلوبه، وهيئنا له اجواء تدريبيه. وكذلك الفكره لازم مجال تخصصه، لو ممكن انه هو بالتربيه وعنده فكره بغير مجال، بالاعلام، بالهندسه. المتحدث معك مهندس ميكانيك. اها. ولكن يعمل في التدريب. حلو. التدريب التنموي. لا، ما له علاقه. انا قلت لك اليوم الدراسه شيء والموهبه شيء. جيد. احنا اليوم فهذه الوقايه من البطاله. من البطاله. اساسها هذا الموضوع، فكرتها هذا. نعم، بدت الاساس انه بعده بالمدرسه، وانت فجاه تظن بانك جيد في تصليح التليفونات وانت بعدك طالب. زي. فتروح على محل او شركه يمكم وتقول لهم انا اريد اشتغل وياكم، فيشوفوك شاب لطيف وعندك منطق، يقول لك تفضل اشتغل عندنا. خوش. مو تتدرب عندنا، اشتغل عندنا. ده شوف، يعني يجب ان نختصر. زي. الطريق، يجب ان ننوع السبل للوصول الى فرصه العمل. مبادرة ريادة اليوم مسجلين عليها 183,339، دربنا منهم لحد الآن 7,000، 6,000 منهم جاهزين للقروض، 526 دورة سوينا لحد الآن. حلو. أكو أعمار محددة بريادة؟ 16 سنة إلى 50 سنة. زين، آلية التقديم الإلكترونية؟ الإلكترونية ديجيتال 100%. حلو. يعني ماكو يجي من عمك وسجنه. ها، ممتاز ممتاز. بقى موضوع واحد أكيد إنه أنتم ناقشي، موضوع الازدحامات. يعني احنا من الناس اليوم، انت من تجينا اليوم اكو فد تاخير يصير الكادر. صح. ممكن من يوصل، يعني هذه مشكله عامه موجودة. وكل الناس عندها. شنو الحلول لها؟ والله الحلول الوعي. زي. مهم الوعي، مسؤولين عليه انتم الاعلام. زي. يجب كل قناه اليوم فضائيه تخلي ساعه تتحدث عن القطوعات الموجوده. تتحدث عن، تنصح الناس. يعني انتم واجبكم اليوم تسوي استقصاء، تشوفون شنو الطريق اللي وصل يمكم، وواجبكم للحل شنو هو. هذا جاي بالكلام. زين. انت اي عمل اليوم بدون وقت، يعني انت اذا تريد تسوي شيء والوقت صفر، فاعتبر هذا العمل صفر فعلا. يعني هذا الان ازاحه هذا الموبايل بهذه الطريقه يحتاج الى وقت طبعا. عمليه البناء مو سهله. انا قلت لك حتى تخلي اساس لهي الطاوله استغرق وقت. تحتاج. فلذلك انا اعتقد الوعي مطلوب. يجب على الفضائيات كلها، طبعا انا افكر بهذا الموضوع كثيرا. جي. واطلبه منكم يوميه ساعه يتحدث مع مشاكل الناس. زين. وينصح بأنه كان يطلع بوحده بسيارته، خليه يتفق مع صديقه ونقلل السيارات بالشارع. والوعي يزيد، ونقول وين القطوعات العفو. هاي النقطة الأولى الوعي. النقطة الثانية أنه الشركات تشتغل ترى بسبل وأساليب جديدة. يعني الخرسانات اللي يصبوها الآن، إذا أنت شايفها ترى من الخرسانات اللي تنشف بسرعة. فإحنا نتوقع أنه في بداية الشتاء القادم انت عندك طرق كاملة. توقيت الشغل شنو رأيك به؟ يعني احنا بداية سنة جديدة وبداية دوام مدارس وجامعات، وبدت تصير الأنفاق والشوارع والقطوعات. لا يوجد أفضل من الآن. من يقول انت عايش باكر؟ زين. لا يوجد أفضل من الآن. وكل لحظة في حياتك هي بداية جديدة. فلازم تتحملها. انت تحكي مع مدرب. عندما تكون الإرادة متوفرة لا تتأخر، لأنه قد تتردد ولا تأتي أبدا. لا يوجد أفضل من الآن.
تنتهي هاي الحلقه اطلع من يمك ابدي بدايه جديده بحياتي. اكو توجيه بما يخص التوقيتات، يعني راح يصير التزام نسمع فلان مجسر يحتاج له 6 اشهر راح يتنفذ بهاي الست اشهر. يعني احنا اكو مشاريع قديمه كانت اذا ابو السنه يصير 5 سنوات صحيح. حاليا بهاي الحكومه شنو التوجه؟ يعني في عالم الهندسه دائما او في عالم العقود الهندسيه دائما يقول له التاخير عليه نسبه كذا. كل شيء متوقع، انت باكر عقبه اذا مطرت الدنيا وغرقت الدنيا وانت توجه تالي عندنا متغيرات، فبالتالي يجب ان يكون هناك قياده ذكيه واقصد قياده في المشاريع تاخذ المواقف الصحيحه عند وجود التحديات. شكرا جزيلا دكتور حسين فلامرز مستشار رئيس الوزراء ورئيس الفريق التنفيذي لمبادره رياده، نشكرك على حضورك ومشاركتك ببرنامج من حولك. اهلا وسهلا، يا مرحبا بك. طبعا الملف الصحي من الملفات المهمه بحكومه السيد السوداني ومن الأولويات بحكومة السوداني، وهذا لاحظناه من خلال زياراته الميدانية، وأول مؤسسة زارها وراء ما استلم المنصب هي وزارة الصحة. راح نشوف شنو الملفات اللي عالجها الصحة خلال هذه السنة وشنو الإنجازات من خلال تقرير فيان الجادة. تراجع القطاع الصحي بالعراق بالسنوات السابقة خلى الشعب يفقد الثقة بالمستشفيات الحكومية وبالأطباء، وأكثر الناس يردون يطلعون برا يسوون العمليات الصعبة والتحاليل المهمة، مع العلم إحنا دولة بها هواية أطباء ومن أشهر الأسماء. بس سوء الواقع الصحي وافتقارنا لمستشفيات جديدة وانعدام الإعمار على القديمة ورداءة الأجهزة الطبية اللي نسخة قديمة لو ما تشتغل خلت الناس تنطبع ببالها فكرة الطب العراق يمرضك أكثر مما يشفي. إجت حكومة السوداني وصممت على إعادة ثقة الناس بالأطباء والمستشفيات. زين شنو الأشياء اللي سوتها وشلون رجعت ثقة الناس بالملف الصحي؟ خلينا نحكي الإنجازات الصحية بهاي السنة. كملت مدينتين طبية وفتحت 64 عيادة شعبية، فتحت مراكز تخصصية بكل المحافظات تقريباً تخص أمراض الدم وزراعة نخاع العظم والطب النووي والديلزة الدموية لمرضى عجز الكلية ومركز القناة للتأهيل الاجتماعي. رفعت منتوج الصناعة الوطنية للدواء 40% عن قبل. رفعت نسبة تجهيز الأدوية اللي متعاقدين بها ويا المصانع الوطنية أكثر من 280 دواء. شغلت قانون الضمان الصحي اللي راح يوفر خدمات صحية كاملة للناس. حكومة السوداني خصصت أكبر موازنة بتاريخ العراق لوزارة الصحة وحققت تقريباً 85% من طلبات الوزارة المالية، وده تشتغل على بقية الأشياء وقدرت ترجع ثقة الناس بالقطاع الصحي أشهر قليلة وإنجازات هواية والجاي أكيد أحسن والشغل مستمر وسلامتكم من المستشفيات والأطباء. إذا تريد تبني دولة قوية وكل شيء بيها يصير بخير من قلب ورب نسولف، اهتم بتطوير الشباب، لأن الشباب هم المستقبل وهم اللي يغيروا لك الواقع اليوم اللي أنت ما راضي عليه. شنو اللي يحتاج اليوم شبابنا؟ أكثر ما يحتاجوه فرص العمل. اهتم بالقطاع الخاص، طور مواهبهم. عندنا وزارات، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بيها مراكز تدريب مهني تقدر تغير من مواقع الشباب، وممكن ما يطالبك بس أنه أريد وظيفة حكومية وراتب نهاية الشهر. تقرير لظفر علي يسولف لنا هواي عن الشباب واحتياجاتهم وأهميتهم، نشوفه وبعدها راجع. من ضمن أولويات حكومة السوداني القضاء على البطالة وتوفير فرص العمل والإصلاح الاقتصادي والإداري. نستعرض الخطوات اللي اتخذتها الحكومة بهاي الجوانب: معالجة 600 ألف درجة وظيفية كاملة، تفعيل قانون العمل والضمان الاجتماعي للقطاع الخاص، تثبيت المحاضرين المجانيين والإداريين بوزارة التربية، تحويل أكثر من 3000 متعاقد للملاك الدائم بالوزارات، تعيين أكثر من 7000 من أصحاب الشهادات العليا والخريجين الأوائل، استحداث أكثر من 3000 درجة وظيفية بمفوضية الانتخابات، استحداث 4031 درجة وظيفية لشركات التمويل الذاتي، إدراج أكثر من 100 ألف درجة بالموازنة من المفسوخة عقودهم، تخصيص أكثر من 66 ألف درجة وظيفية لذوي المهن الصحية، استحداث 6910 درجة وظيفية للمفصولين سياسيا، زيادة رأس مال صندوق دعم المشاريع الصغيرة، زيادة سقف الإقراض ضمن مبادرة ريادة إلى 100 مليون دينار، إنشاء المدن الزراعية للشباب بكل محافظة. من
معلومات مهمة مثل ما تابعناها بما يخص الشباب واللي سوته الحكومة خلال هذه السنة دعما لهذه الشريحة المهمة، وكتأكيد وبيان أكثر لوضع الشباب العراقي راح نستضيف الست زهراء الموسوي الناشطة المدنية والمختصة بشؤون التدريب. طبعا راح نستضيف شخصيتين، مرة راح نستضيف مدربة ومرة راح نستضيف مدرب ومختص بهذا الموضوع، وكالعادة البداية ويا النساء. رحب بيك زهراء. اهلا وسهلا استاذ عباس، صراحه ارحب بيك وارحب بقناتك وارحب بهكذا برامج داعمه اولا للطاقات الشبابيه وثانيا لعمل الحكومه الحاليه. يعني فاحنا بواجبنا كناشطين انه نبرز عمل الحكومه والانجازات الايجابيه، يعني بغض النظر عن الامور السلبيه اللي داعمة. كشباب عامة بس خلينا نقول أنت تمثلين البنات اليوم. حاليا البنات اللي بأعمار تسمح لهم بالعمل، أنه تسمح لهم أنه ممكن يفتحون مشروع، شنو أوضاعهم؟ أنت شلون تشوفين وضع البنات اليوم؟ صراحة إحنا ما نقدر دائما مثل هذه الأسئلة راح يكون إجابة الشخص المقابل أنه دور المرأة مهمش والمرأة ما ماخذ استحقاقها. أنت موجودة وياهم ومحتكة وياهم. الواقع أني أنه الواقع الملموس اللي أتكلم به أنه دور المرأة العراقية موجود سواء في العمل السياسي أو في العمل الاقتصادي، بس تبقى إمكانية المرأة إمكانية المرأة، وبالإضافة إلى أنه طموحها. أكو هواي من نسائنا أنه يقتصرون العمل للرجال فقط، او يكون عندهم شخصيتهم تكون مهزوزه جدا، ها لا انا ما اقدر اعمل بهذا الجانب، انا ما اقدر اطلع. فهذا الشيء السلبي اللي احنا بنواجهه. يعني اما انه انت تجي كمراه عراقيه، لا المراه ماخذه دورها واحسها اكثر من الرجل ماخذ من تجيش البنيه تريد تتدرب او تدخل دورات حتى تطور نفسها. شنو تقول لك اكثر شيء تعاني من عنده؟ شنو المشكله الاكبر توقف وما تخليها تحقق طموحها وتحقق اللي تريده؟ الاهل صراحه مرات انه الاهل يكونون عائق جدا كبير بهذا الجانب. انه اهلي ما يسمحوا لي اطلع على التلفزيون على سبيل المثال، اهلي ما يسمحوا لي انه اطلع وحدي، اهلي ما يعطوني الحريه الكافيه وينطوني الثقه الكافيه لبنتهم حتى انه تجرب حياتها، تكون انه قد المسؤوليه، يدعموها بهذا الجانب. فالاهل هم اكثر المسببات والعائق بحياه المراه. ودا تشوفين البنات اللي يجوكم ويدخلون دورات عندهم طاقه وعندهم امكانيه؟ نعم عندها طاقة وعندها إمكانية، مهيئات إلى درجة لدرجة أنه أني عملت حاليا مبادرة، هذه أعملها من 3 سنوات في شركة إسناد القائم عليها أستاذ رائد نحات. هذه المبادرة من 3 سنوات إحنا أقمناها، يعني طموحنا أعلى القمم. هذه المبادرة تختص أنه بالشباب، دورات تدريب أونلاين للنساء اللي ما يقدرون يجون أو ما عندهم تكاليف الراحة والجاية، تعرف يعني مرات الإمكانية هم أيضاً تكون عائق بهذا الجانب. فإحنا عملنا هذه الدورات من 3 سنوات، تم تدريب أكثر من 6000 مشاركة يعني للرجال أيضاً. بهذه المبادرة اللي أطلقناها عرفنا أنه نوجه طاقات الشبابية بصورة مناسبة، أكو بيهم فتحوا مشاريعهم، أكو بيهم أنه التجأوا للجانب الإنساني للجانب السياسي. متفاعلين وياها يعني؟ جدا متفاعلين. زين، إحنا حلقتنا مخصصيها اليوم عام على الحكومة. هذه الحكومة خلال هذه السنة سمعنا هواية مبادرات ودعم للقطاع الخاص وغيرها من هالمواضيع. كشباب شنو التمستوا؟ يعني قدمتوا فد افكار؟ اكو فد تطوير لكم من الجانب الحكومي؟ حتى لا اكون ظالمه بهذه الاجابه كوني لست من الجهات الحكوميه انه اصرح بهذا الجانب، وانما يعني الحكومه دا اشوفها تدعم الطاقات الشبابيه بالدليل انه اطلقت برنامج رياده وبرنامج برلمان الشباب ايضا، ولكن هذه البرامج بطور النمو وتحتاج لوقت، ليست بقصير انه حتى تبرز انتاجيتها. واحنا بدورنا كناشطين نتابع هذه الامور وان شاء الله نحصل النتيجه المرجوه من الحكومه. شنو مشخصي على هاي المبادرات الحكوميه؟ يعني اليوم اللي تشوفين هذه المبادره تقولين لو صايره كذا، لو رايحين بهذا الاتجاه، شنو اللي ينقص اليوم المبادرات الحكوميه؟ اللي ينقصها الامكانيه الماليه بالاضافه الى انه
الامكانيه الماليه تقصدين بالقروض اللي تنطيها الحكومه؟ نعم لوين؟ نعم هنا اكو خلل، انه خلل من الحكومه وخلل من المواطن ايضا. زي. المواطن يكون مستعجل على هذه القروض، انه انت وين اعطيني القرض، او ما لقيت اي حق يعني كلام حقيقي من قبل الجهات المختصه، ما ينتظرون انه تمام اوكي انت تدرب وكون مؤهل حتى الحكومة تنطيك القروض. زي. أنا ما من الممكن اليوم أنطي قرض لشخص ما مؤهل إنه يفتح مشروع. صح لو غلط؟ أكيد أكيد. أكيد. بالإضافة إلى هو يشتغل التنسيق على نفسه بالأساس. التنسيق من قبل الجهات المختصة دا يصير أكو خلل بالتنسيق، خلل بالإمكانيات الموجودة أيضا. والحكومة يعني أحب أوجه للسيد محمد الشاعر السوداني تحياتي، إنه ده يقتصر عمل الشباب ممثلين يعني محدودين من الشباب، إنه هي على أساس إنه ده توصل صوتنا. زين يمثلون باقي الشباب. يمثلون باقي الشباب. أنا ضد هاي الفكرة، ضد إنه أنا أختار مجموعة معينة من الشباب إنه تمثلني. على يا اساس واحد يستند انه اني اليوم يمثلني؟ ما معقول اليوم يلتقي بي، احنا عندنا فد جوز 50% اليوم من شعبنا هم من الشباب، ما راح يقدر يلتقي بهم كلهم اكيد. أكو بس اكو مبادرات، اكو مبادرات. نعم حوار جلسات الحوار اللي تكون عامه. طيب. اكو المبادرات اللي يقومون بها انه بيمثل كل شاب يختاروا يمثل فئه معينه. انا اليوم لقيت شخص يمثل فئه المحامين على سبيل المثال، شخص يمثل فئة الأكاديميين. جيد. بس مدى ألقى شخص يمثل فئة الكسبة، الناس الفقيرة اللي هي أصلاً محتاجة من شخص يوصل صوتها. بالتالي هذا الموضوع صار أنه مطلوب من هذه الشباب اللي ما لهم صوت مسموع مثل ما قلتي يتوجهون. نعم. لمبادرات وزارة العمل وغيرها اللي تطلقها. نعم. حتى يقدر يدخل بالجو ويشتغل على نفسه. بالضبط. قبل لا يطالب بأي شيء من الحكومة. بالضبط. أنا أشكرك الست زهراء الموسوي الناشطة المدنية والمختصة بمجال التدريب. شكراً لك أستاذ، شكراً لك وتحياتي لقناة الأيام، وشكراً على هذه المبادرات اللي دا تقومون بها لدعم الشباب ودعم الناشطين خاصة. مرحبا. من خلالكم إحنا صوتنا دا يوصل لأكثر عدد من الناس، فأحب أنه أنوه على شغلة، خلي للشباب كافة خلي طموحكم يكون أعلى، خلي إرادتكم تكون أقوى، التزموا بالتعليمات ضمن إذا كان برنامج ريادة أو برلمان الشباب، حتى نقدر احنا نوصل صوتكم. نعم. وحتى نقدر. نعم. نكون منصفين معاكم. زي. انا مو اليوم انه انت تقعد في بيتك وتطلب من عندي انه اوصل صوتك، لا. نتمنى من الشباب، نتمنى من الشباب ان شاء الله يسمعون هذا الصوت إن شاء الله. ويتحركون ويشتغلون على نفسهم. شكرا استاذ الزهراء. فاصل ان شاء الله ونرحب بالاستاذ والمختص بمجال الشباب المحامي علي زمزي. نرحب بكم مرة ثانية ونستضيف المختص بشؤون الشباب والناشط المحامي الأستاذ علي زمزي. نرحب بك أستاذ علي. أهلاً وسهلاً. يا أهلاً وسهلاً. الله يسلمك. حكينا ويا ست زهراء بما يخص موضوع البنات ومقيدات البنات ووضع البنات عامة، سولف لنا على الشباب اليوم شنو وضع شبابنا؟ يردون يشتغلون؟ عندهم إمكانات؟ وضعهم العام شنو؟ والله بالنسبة للطاقة الشبابية خلينا نسميها، احنا ما نحكي بس عن الشباب بالذات، وتدري فئة الشباب يعني حتى منظمة الصحة العالمية هسه صعدت فئة الشباب شوية. أيه. يعني تقدر تقول انه الشاب ابتداء من عمر خلينا نسميه 18 سنة يعني لحد عمر 45 سنة تقدر تعتبره شاب، يعني اللي يقدر يشتغل، اللي يقدر يشتغل واللي صحته بين قوسين مساعدته. الطاقة الشبابية دا لاحظها انه يعني انا باحد البرامج ايضا ذكرتها قلت هي مثل الحصان الجامح اللي تحتاج الى توجيه صحيح. هذا الحصان الجامح يعني راد له انسان خلينا نقول خبير يعرف شلون يوجه هاي الطاقة بالاتجاه الصحيح. اذا ما عرفت توجه هاي الطاقة بالاتجاه الصحيح راح تخلق لك مشاكل، راح يتم استغلال هاي الطاقة الشبابية باتجاهات سلبية. أو ممكن هو الشاب نفسه، أنا من واقع عملي كمحامي طبعاً للأسف يعني أكو ظاهرة انتشرت مؤخراً اللي هي ظاهرة انتشار المخدرات طبعاً خطرة، لأن هاي الطاقة الشبابية إذا ما توجهت التوجيه الصحيح يعني يجيك الشاب بهيج عمر وعده آمال وعده طموحات يصطدم بالواقع فيحاول يغيب عقله عن هذا الواقع السلبي فيلجأ لتعاطي المخدرات وهاي الأمور. زين شنو يحتاجون الشباب اليوم؟
والله كل النظريات الجنائية والنظريات القانونية تقول إنه الإنسان ما يولد مجرم، الظروف المحيطة تخلق من يمه مجرم. فأنت ماكو إنسان يعني هو عنده الاستعداد لارتكاب الأمور الغير قانونية، فأنت هو أساساً يعني مؤهل إلى أنه يكون شخص ناجح إذا وفرت له البيئة الصحيحة. هو عنده طاقة مثل ما قلت أنت. نعم. بس هذه الطاقة أريد أستثمرها. اليوم الموضوع بس لازم نشوف الجهات الحكومية إيش قدمت وسوت، لو أكو شيء لازم الشاب نفسه هو يسويه حتى يقدر يرتب الوضع وتمشي. والله أستاذ عباس أقول لك فد ملحوظاني اشتغلت يمكن 4 سنوات كمحامي عن اتحاد الصناعات العراقي، فأكو فد شغلات شفتها إذا تم توجيهها واستثمارها بشكل صحيح ثق بالله هاي البطالة تقدر تقضي على 80% من يمها. المجال الصناعي عندنا به نوع من العجز، مع العلم إحنا بفترة التسعينات اللي هي فترة الحصار، رغم الحصار كانت الصناعة عندنا نشطة. هسه تحولت الطاقة للتجارة بحيث حتى اللي ياخذ قرض صناعي يروح يستثمر بالتجارة. هي شغلتين بالصناعة أنت تعرفها كل زين. نعم. اليوم حتى اللي طالب بتعيين من تقول له يا بتعيين بالصناعة يقول لك لا والله رواتبها قليلة. لا أنت جاي تحكي، أنت هسه جنابك جاي تحكي على وزارة الصناعة. زين. لا ما تحكي على الوزارة. ها كمعامل وإنتاج. معامل خاصة. زين. يعني أنت شاب بهذا العمر. حتى تصير واضحة. أنت شاب بهذا العمر وعندك هاي الطاقة. تاخذ قرض معين حسب دراسة جدوى طبعا مو مكلفة، تقدمها للجهات المختصة، المصرف الصناعي مثلا. زين. شاف هاي الدراسة مالتك قال لك والله انا طبقا لهذه الدراسة راح انطيك قرض مثلا 30-40 مليون انه تفتح معمل كذا، ايا كانت الصناعة، من الصناعات البسيطة والعادية الى الصناعات المعقدة. جيد. هذا الشاب ما راح يلقى عنده معمل والانتاج مالته راح يسوقه. طبعا الانتاج اللي يطلع من هاي المعامل المفروض يكون عليه لا طلب، اكو سوق يريده. بالضبط. السوق شلون يريده؟ ما من المعقول انه ينتج من الاستيراد. توقف الاستيراد وبالتالي المواطن اوتوماتيكيا الما راح يلجا للصناعه الوطنيه. انت نشطت الصناعه الوطنيه، قضيت على البطاله، قضيت على الجريمه. اهم فقره انت قضيت على الجريمه، لان هاي الطاقات الشبابيه اللي قبل شويه قلت لك هي عباره عن حصان جامح. جميل. وين وجهتها؟ هو وجهتها بالاتجاه الصحيح. جيد. الحل بس تعيين اليوم يا شاب اللي تشوفه، تعيين حكومي، اريد تعيين حكومي، كلها تحكي بالتعيين الحكومي. نعم. الحل بس بالتعيين الحكومي؟ مو هي هاي النقطه اللي حسيت هاي نقطه مهمه. اذا وفرت هاي هاي نقطه مهمه فرصه عمل بالقطاع. زين. الخاص راح اوتوماتيكيا اقول لك انا ليش اتعين ب 300-400 ألف؟ هاي توقف بس على الدوله بالقطاع الخاص، شنو المطلوب اليوم من الشاب نفسه؟ يعني انا اكد على هاي النقطه. نعم. لان اليوم يمكن هو الشاب ما عنده موهبة، ما عنده إمكانية، ما مشتغل على نفسه، ولا والله أنا أريد شغل وأريد راتب ثابت كل شهر. وأنت بالبداية تأهيل. زين. تأهيل العقلية اللي تستوعب هذا الموضوع اللي إحنا داينا نحكي فيه. جيد. لأن للأسف أكو يعني هو مصطلح إنجليزي يقولون جاب صار، يعني أكو فد فراغ صار من بعد 2003 يمكن لحد هسه، يعني تقدر تقول صار 20 سنة. زين. ما تأقلم وتأدلج عقل الشاب العراقي من أول ما يبلغ أنه يابا ترى أنت شاب وعندك طاقة، حاول أنه خب إحنا الدراسة عندنا مجانية، حاول أنه تخلص دراستك تحصل على شهادة، ومن خلال شهادتك أنت الدولة راح توفر لك فرصة عمل بالقطاع الخاص وتنطيق قرض وتفتح المشروع الخاص بيك. أنت هاي 20 سنة بالألفين وثلاثة اللي عمره 10 سنين، بالعشر سنين وراها صار شاب عمره 20 سنة. مو صحيح؟ زي. احنا شبينا خوب بهاي الفترة. زين. خلال هاي الفترة انت ما ادلجت عقله انه يابا انت اخذ الشهادة وتقدر من خلال شهادتك تفتح زي. مشروع خاص بيك. خش. ويفكر بس تعين. اكثر يعني من 40 تقريبا فكرة وافق عليها مجلس الوزراء بالمؤتمر الوطني لحوار الشباب. من خلال متابعتك اليوم ايش كم مقترح او ايش كم مشروع اتطبق على ارض الواقع واستفادوا من عند الشباب؟ والله نوبات احنا اكو حكايه نحكيها جزء بعض الاطراف ينغثون. زين. احنا منذ قديم الازل العراقيين معروفين بالقوانين ومعروفين بالحبر على الورق، على ارض الواقع ما عندنا تطبيق للاسف. يعني انت كل هاي الافكار افكار بناءه وحلوه بس على ارض الواقع ماكو تطبيق. ما دا اشوف اي تطبيق على ارض الواقع صراحه. هذا من يتحمله؟ تتحمله عده جهات. تتحمل عدة جهات، يعني أنا أقدر هسه أخلي اللوم حتى على المنظومة التعليمية. زين. لأن هي حتى المنظومة التعليمية اللي أهلت هذا الشاب. زين. المفروض تخلق بذهنه إنه يابا أنت لا تظل تفكر إنه أنت تدري هسه
طالب بالاعداديه، احنا هم عندنا اخوان واخوات وصغار بالعمر، اكيد اكيد، وهو بعد بالاعداديه يفكر يقول اني لازم ادخل الكليه الفلانيه اللي تعين بها مركزي. بالضبط بالضبط، تخيل يعني. فهي هاي الذهنيه لازم تنزرع عند الشاب من هو طفل. هسه اكو سنه على عمر هاي الحكومه، تجربتنا ويا رئيس الوزراء السوداني، شفت هذه السنه تقدم شيء للشباب يخدمهم؟ نسمع مبادرات وزاره العمل وغيرها من الجهات، او حتى رئاسه الوزراء اكو مجلس للشباب ودعم للشباب، شفت اكو فائده وفشي ملموس للشباب؟ مو احنا هسه نقدر نقيس على الايحاءات والرسائل اللي جاي يرسلها محمد الشاع السوداني، رسائل ايجابيه. التطبيق دي يصير بشكل ستيب باي ستيب، يعني تطبيق بطيء نوعا ما، هي العجله شويه بطيئه نوعا ما، بس احنا من خلال تجربتنا صار 20 سنه اكيد زين من 2003 لحد الان زين، جاي نحس انه لا اكو خطوات جديه بهاي الحكومه، يعني تختلف، دا نحسها تختلف عن الحكومات السابقه. زين جيد، اكو دورات حاليا يعني كمختصين بمجال الشباب وتطوير الشباب، عندكم دورات خاصه يعني مو دورات وزاره العمل والجهات الحكوميه؟ والله المنظمات اللي هي اسمها الان جي او، منظمات المجتمع المدني، اكو كلش هواي منظمات جايه تتبنى الطاقات الشبابيه، بس على الشاب انه هم يقع عليه عبء، احنا ما نريد نخلي اللوم كله على الحكومه وعلى المنظومات الحكوميه. الشاب ايضا عليه انه يتابع هاي المنظمات، اكو منظمات حتى مدعومه من اليونسكو، اكو منظمات مدعومه من الامم المتحده. خلي هو ايضا يتابعها ويحاول يتواصل وياها، يوفروا له فرص على الاقل اذا مو فرصه عمل. جيد. يوفروا له فرصة انه يصير عنده فد مهنة معينة او فد فكرة معينة ويقدر يطبقها على ارض الواقع، يفتح له محل مصنع ويقدر يشتغل. بالضبط. انا اشكرك الاستاذ علي زمزير الناشط بشؤون الشباب والمختص بالمجال المحاماة والقانون، شكرا جزيلا. أشكرك. استاذ أشكرك. علي طبعا هواية من المواضيع حكينا بها ويا استاذ زهراء واستاذ علي بما يخص الشباب اللي هم الشريحة الاكبر اليوم بمجتمعنا العراقي، اكثر تقريبا من 20 مليون 25 مليون هم من الشباب، الشباب اليوم يعانون من مشاكل بالعمل واكو فقر، بالتالي هذا ينعكس على العوائل، لذلك مكافحة الفقر والرعاية الاجتماعية من الأولويات لحكومة السيد السوداني، وأطلق العديد من المبادرات مثل أبشر يا الفقير ومؤخرا منصة أرزاق، كل هاي المعلومات راح نتابعها من خلال هذا التقرير. حكومة السوداني سجلت بالسنة الأولى من عمرها إنجازات كلش كبيرة بمكافحة الفقر والحماية الاجتماعية. ب 2800 باحث اجتماعي أطلقت وزارة العمل أكبر حملة بحث ميداني بتاريخها، بالإضافة إلى حملة أبشر يا الفقير اللي صارت بشهر 11 من السنة الفاتت وشملت أكثر من 600 ألف عائلة، وخصصت رواتب للطلاب اللي أهلهم مشمولين بالحماية الاجتماعية حتى تساعدهم بمصاريف الدراسة والملابس وغيرها من المصاري، وكملت الحملة خيرها وشملت أكثر من 7 ملايين مواطن بالسلة الغذائية، ودعمت الوزارة المشاريع الصغيرة وأطلقت 20 ألف قرض وحددت 500 ألف دينار كحد أدنى للراتب التقاعدي عمال القطاع الخاص والمختلط المشمولين بالضمان الاجتماعي، ولحد اليوم وصل عدد النازحين المشمولين براتب الرعاية الاجتماعية أكثر من 48 ألف عائلة. 400 مليار خصصتها الحكومة بالموازنة حتى تكافح الفقر والبطالة اللي هي أحد أهم أولويات البرنامج الحكومي، ورجعت الوزارة أكثر من 170 مليار دينار من 80 ألف متجاوز على الرعاية الاجتماعية. كل هاي الإنجازات نجحت وزارة العمل بتثبيتها على طول سنة كاملة، ومو بس هاي، اكو بعد هواي انجازات من ضمنها فتح منصة ارزاق الالكترونية قبل عدة ايام واللي توفر قروض بدون فوائد من 20 الى 50 مليون حتى توفر لهم شغل ومشاريع تحسن اوضاعهم المعيشية. سنة كاملة على حكومة السوداني، خلنا نشوف بمجال التربية والتعليم شنو صار شنو تغير، عندنا هواي مشاكل بهذا القطاع، تقرير ويا غفران حسن نشوفه وبعدها راجعين. مرحبا. القطاع التربوي والتعليمي يصدر مهام حكومة الخدمة الوطنية، وأطلق السوداني الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم حتى يخلقون نظام تربوي وتعليمي بكل عناصر الاكتمال والنجاح. تعالوا وياي نشوف احنا وياكم اهم الانجازات بقطاع التربيه بهاي السنه. تثبيت اكثر من 300 الف من المحاضرين المجانيين، انجاز 387 بنايه مدرسيه، والعمل طبعا مستمر حتى يكملون 324
مبنى لاخ، ترميم وإضافة ملاحق وصفوف ل 1076 مدرسة، إطلاق تنفيذ 8000 مدرسة دفعة واحدة ضمن برنامج صندوق العراق للتنمية، وأيضاً إتمام وافتتاح 40% من مشاريع البنايات المدرسية اللي كانت متوقفة، إرسال 5000 طالب لجامعات عالمية رصينة، وأيضاً شمول 780,000 طالب وتلميذ ببرنامج التغذية المدرسية، وتجهيز 250,000 رحلة دراسية جديدة، وأيضاً تجهيز 100,000 صبورة لمدارس بعض المحافظات، وكذلك شمول 150 مدرسة ببغداد ضمن مبادرة المدارس الخضراء. هسا نشوف إنجازات وزارة التعليم ضمن المنهاج الحكومي. حصول العراق للمرة الأولى على المرتبة 37 عالمياً، حصول 13 جامعة عراقية على مراكز تنافسية في تصنيف التايمز، تحقيق 96 جامعة وكلية عراقية مواقع في التصنيفات العالمية، وحصول على 560 زمالة دراسية من مختلف دول العالم، وتوقيع 158 مذكرة تفاهم بين الجامعات العراقية والإيرانية. إذن استعرضنا احنا وياكم أبرز الإنجازات بهاي السنة. طبعا بعد اكو هواية إنجازات ومشاريع بيشتغلون عليها حتى ينرفع مستوى التربية والتعليم ويكون متوفر كل شيء للطلبة والطالبات بالمدارس والجامعات العراقية. ليش؟ لأن التعليم هو نواة الدولة. نفرح أكيد من نسمع كل هذه الأخبار الحلوة، تثبيت 300,000 من المحاضرين، العراق صار مرتبته 37 عالمياً بمجال التعليم، ونتمنى من حكومتنا أن تستمر بهذا التطوير بمجال التربية والتعليم وباقي المجالات. لهنا وتخلص حلقتنا الخاصة بمرور سنة على حكومة السودان. نشوفكم بحلقة ثانية في أمان الله.